المرأة، والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتيات وضمان الحماية لهن والمساواة والاحترام وكافة حقوق النساء والفتيات. بالإضافة أنه هذه تتم عملية المشروع ضمن المتابعة والدعوة لتنفيذ خطة الأمن الوطنية العراقية لقرار مجلس الأمن الدولي 1325 بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني بالتعاون مع الهيئة لأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنظمات تحالف دعم التنفيذ وخطة العمل الوطنية العراقية لقرار مجلس الأمن الدولي 1325. وسنناقش من خلال هذا الموضوع يعني اليوم بحلقتنا الموازنة العراقية ومدى استجابتها للنوع الاجتماعي، بمعنى أن هناك عدالة ومساواة بتوزيع الأدوار بين الرجل والمرأة بالحياة عموما وبمجالات العمل خصوصا. عن هذا الموضوع يحدثنا أكثر مع الأستاذ محمد عباس، أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الأنوار، نورتنا اليوم. أهلا وسهلا بك، يسعد صباحك. صباح الأنوار، الله يخليك. أستاذ محمد، أريد منك بداية توضح لنا مفهوم النوع الاجتماعي بشكل مختصر حتى يكون تكون الصورة واضحة لكل المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعدكم صباحا لكم ولمشاهديكم الكرام. بالحقيقة اليوم النوع الاجتماعي والذي يذهب إلى تحقيق البحث في تحقيق المساواة ما بين الرجل والمرأة. نعم. حقيقة وفي البداية لابد من الإشارة أن العراق دخل بعد عام 2003 بكثير من الاتفاقيات الدولية، تبنى كثير من الاستراتيجيات الدولية. نعم. هذه كانت الاستراتيجيات والاتفاقيات الدولية فرضت على الواقع العراقي أن يذهب إلى تبني أو يذهب باتجاه تحقيق المساواة ما بين الرجل والمرأة. صح. جميع تلك الاتفاقيات الدولية هي ملزمة للعراق، جميع الاستراتيجيات التي تم تبنيها داخل الدولة العراقية بعد عام 2003. نعم. تشترط على الدولة العراقية أن تنتقل إلى شيء اسمه الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. نعم. بالحقيقة اليوم ما نشهده بداخل الدولة العراقية على الرغم من كل مساعي من المنظمات الدولية، من الجمعيات، من كثير من الجهات الدولية التي سعت إلى تفعيل الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي داخل الدولة العراقية. نعم. لا تزال هي مساعي يسعى العراق إلى تحقيقها داخل الدولة العراقية. طيب. يعني طيب. اليوم ما تسعى إلى جمعية نساء. نعم. بغداد هو بالحقيقة هو تبني الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. نعم. صحيح. طيب أستاذ محمد، هل هذا الأمر ممكن بالمجتمع العراقي يعني العمل بهذا المبدأ، وكيف يمكن أنه إحنا تضمين هذا النوع الاجتماعي في موازنة العراق؟ بالحقيقة هو أمر ممكن جدا. نعم. هو أمر ممكن جدا. نعم. البعض يعتقد أن الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. نعم. هو أعطاء حقوق أكثر للمرأة على حساب الرجل. نعم. هذا بالحقيقة هو المفهوم الخاطئ المتداول حتى داخل كثير من الدول النامية. نعم. الحقيقة النوع الاجتماعي أو الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي هي تسعى إلى تحقيق المساواة ما بين الرجل والمرأة، وبالتالي إعطاء فرص متكافئة لكلا الجنسين. البعض يعتقد أنه هكذا موازنات هي تذهب لرعاية المرأة. نعم. لذلك هو خصوصا في المجتمعات الشرقية. نعم. يأتي بسبب الأعراف بعض التقاليد التي ترفض الذهاب بتبني تلك الاتجاهات. في الحقيقة هو أمر مخطئ جدا. نعم. الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي بإمكانية تطبيقها في جميع المجتمعات، هي نوع يمكن أن تقود الدولة إلى تحقيق التنمية المستدامة. جميع الدول اللي عندها نمو اقتصادي اليوم متقدم هي تتبنى موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي. نعم. يتقضي على كثير من مظاهر الفساد داخل أي دولة يمكن أن تتبنى الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. هي سوف لن تذهب إلى أخذ حقوق الرجل لإعطائها للمرأة أو هي بالعكس. نعم. وإنما هي الذهاب يعني مساواة. نعم نعم صحيح صحيح، هي مساواة. طيب دكتور، اليوم إذا تمت هذه الحالة بالموازنة العراقية عن موضوع النوع الاجتماعي والمساواة بين الرجل والمرأة، شنو راح يتحقق من هذا الأمر؟ شنو راح نحصله من أنه يطبق هذا الأمر بالموازنة العراقية؟ بداية وقبل كل شيء هو القضاء على
على الفساد. هذا نعم. أهم الجوانب اللي يمكن أن تتحقق داخل الدولة العراقية. نعم. الجانب الثاني والمهم أيضا هو تحقيق المساواة ما بين الرجل والمرأة. تمام. الجانب الثالث هو القضاء على العنف ضد المرأة. المرأة نعم. يا سيدي في جميع المجتمعات اللي نعم. تتعرض خصوصا للحروب نجد أن المرأة هي أول من تتعرض إلى العنف. صح. السبب في ذلك هو غياب موازنة تضمن حقوقها المادية. نعم. هذا يجعلها هي أكثر عرضة للعنف نعم. أو للتعنيف داخل المجتمع. طيب حلو. طيب أستاذ في حال أنه لم يتم العمل وفق هذه يعني هذا النوع الاجتماعي بالموازنة ما هي التبعات لهذا الموضوع؟ يعني راح تكون هناك سلبيات إذا تم إهمال هذا الموضوع؟ أنا ذكرت في بداية الحديث دخل نعم. العراق في اتفاقيات دولية نعم. العراق اليوم يتعاون مع منظمات دولية منها منظمة الأمم المتحدة، منظمة اليون، منظمة المرأة، كثير من المنظمات الدولية اليوم اللي تفترض على الدولة أن تلتزم بكثير من الاتفاقيات الدولية التي العراق اليوم جزء منها. بالطبع اليوم عندما يظهر العراق في آخر قوائم المؤشرات العالمية من حيث الحكم الرشيد، من حيث الاستقرار السياسي، الاستقرار الاقتصادي، لعل واحد من أهم أسبابها هو عدم الالتزام بتطبيق هذا النوع من الموازنة. نعم. ناهيك من ارتفاع حدة الفقر داخل الدولة يمكن أن يقود إلى عدم استقرار سياسي واقتصادي، هذا اللي يتطلب للانتقال. إذن هو يعد نوع من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي داخل أي دولة يمكن أن تتبنى الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. جميل. طيب دكتور أريد منك اليوم أكو دراسات أو بحوث عن نسب وأرقام اليوم عن مشاركة الرجل والمرأة يعني بالحياة بصورة عامة المهنية بمجالات ممكن السياسة ممكن الاقتصاد ممكن فن أو ثقافة وغيرها إلى آخره، يعني بحيث تعتمد بموضوع الميزانية العراقية الموازنة العراقية. حقيقة يا سيدي في كل مجتمع هو معروف أن نسبة الرجال إلى النساء وخصوصا في مجتمعنا العراقي قد تكون 50 إلى أو 49 إلى 51 يعني أنت يعني من جوابك أفهم أنه أكو نعم هيك نسب. نعم هي موجودة اليوم في إيش قد تقريبا تعطي نسبة بالمشاركة بين الرجل والمرأة؟ قد تكون هناك مشاركة في نسب نعم. المرأة خصوصا يا سيدي احنا إذا أردنا أن نتحدث عن التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين نعم. الاجتماعي نعم. ناحية التمكين السياسي ذهبت الدولة العراقية من أجل أن تعطي بسبب الضغوط الدولية أعطت للمرأة نسبة مشاركة اللي هي 25% نعم. وهي المشاركة البرلمانية أو ما يعرف بالكودة النسائية اللي موجودة داخل البرلمان العراقي. صحيح. حتى وإن كانت تلك المشاركة قد تعد في بعض الأحيان غير فاعلة نعم. لم تذهب باتجاه تفعيل دور المرأة وإنما هي جاءت استجابة لمتطلب دولي. من الناحية الاقتصادية مع الأسف نسبة المشاركة قد تكون ضعيفة للمرأة العراقية لا نزال نعاني من كثير يعني من النساء. ايش قد نسبتها؟ يعني اقل من 25%؟ توفق 25% نسبة المشاركة السياسية يعني الاقتصادية الناحية الاقتصادية نعم لا بالناحية الاقتصادية نسبة مشاركة المرأة قليلة جدا. هو ما عرفنا ان هناك مو أنا هسه قلت لك يعني بالاقتصادية تكون أقل من 25% اللي هي سياسية طبعاً أو أقل من ذلك أو أقل حتى من 20%. أوف طيب زين على مستوى الفن وشنو السبب؟ السبب في ذلك يعود إلى أن تعطيل دور المرأة كثير من نسائنا اليوم نعم. نساء العراقيات هنا يذهب لإكمال دراستين لكن لا يسمح لهن بالدخول في حقل العمل. حلو. ناهيك من انه حتى في داخل الموازنات العراقية لم تذهب الى رعاية النوع الاجتماعي نعم. عملية تقسيم الثروات نعم. سيدي في الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي نذهب الى تقسيم الثروات من حيث النوع الاجتماعي يجب ان نعم. تكون هناك مساواة في اعداد الموازنة. انت اليوم تعد موازنة في العراق نعم. نحن لا نزال نعم. تفضل كلمة دكتور نعم. في العراق احنا لا نزال اليوم نعتمد موازنة تعتمد اسلوب البنود. هذا اسلوب البنود لا يعتمد اسلوب البرامج وبالتالي هذا
هي عبارة عن تخصيص مورد مالي لنفقات معينة يعادل فاقها سنويا. رأينا موازنات تجارية طيلة السنوات الماضية لكنها لم تراعي النوع الاجتماعي، هذا اللي جعل نسبة المرأة نسب التي تتعرض إلى الفقر إلى العنف إلى التهجير، نسبة النساء تكون أكبر من نسبة الرجال. صحيح. بالتالي تكون نسبة النساء بهذا الموضوع تكون نسبة عالية جدا. طيب دكتور، أخيرا دكتور محمد، تنفيذ الاستجابة لمبدأ النوع الاجتماعي مسؤولية من بالدرجة الأولى؟ بالحقيقة الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي يتم قيادتها أما تكون من منظمات المجتمع المدني، واليوم ما تعمل جمعية نساء بغداد أعتقد هي الرائدة في ذلك، ذهبت مبكرا اليوم داخل الدولة العراقية لتقود هذه التجربة. اثنين، قد تكون الجهات الحكومية هي تنتقل عن طريق الإصلاح الحكومي، أو الطريقة الثالثة أن يكون هناك تعاون ما بين منظمات المجتمع المدني والحكومة في تبني الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. نعم. طيب دكتور، أنا قبل شوية ذكرت لي عن موضوع السياسة والاقتصاد عن المرأة، تعتبر اليوم بالثقافة والفن المرأة عندها نسبة أعلى بالمساواة ويا الرجل عن السياسة والاقتصاد؟ أعتقد قد يكون نسبة مشاركة النساء على الرغم من ظهورهن داخل القنوات الإعلامية داخل القنوات الفنية، لكن لا تزال نسبة المشاركة حتى على الصعيد الدولي يا سيدي إذا ما قورنت بنسب مشاركة النساء المصريات النساء في دول أخرى تبنت الموازنات، أعتقد عدم وجود دعم مادي أيضا، راح نرجع للموازنة، عدم وجود دعم مادي لا يتيح للمرأة العراقية القيام حتى بأعمال فنية أو إعلامية تتيح لها العمل في كثير من الجهات الفنية. يعني هسه أنا أفهم من مجمل كل هذا كلامك أنه أنت مع أنه النوع الاجتماعي يكون من ضمن الموازنة العراقية. بالضبط، هي موازنة تستجيب للنوع الاجتماعي، هي ليست موازنة مرأة، يجب أن يفهم الجميع هي ليست موازنة مرأة. يعني أنا ما أنظر للشخص على أساس أنه هو مرأة أو رجل، أنظر للشخص على أساس أنه هو إنسان بعيد عن موضوع أنه مرأة أو رجل. كلام دقيق جدا، كلام دقيق جدا، أنه أنا عندي نوع اجتماعي يجب أن توزيع عملية الثروات، يجب أن تتحقق العدالة. يا سيدي أنت تتحدث إذا أن تبحث اليوم، لو كنت تبحث عن تحقيق عدالة اجتماعية عليك أن تبحث ابتداء في توزيع الثروات. إذا لم يكن هناك توزيع عادل للثروات لن تكون هناك عدالة اجتماعية داخل أي مجتمع. طبعا شكرا، أنا جدا أشكرك. أكيد شكرا لك الدكتور محمد عباس أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، شاكرين لحضرتك وأكيد على هذه المعلومات، شكرا لك. شكرا لك دكتور محمد. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. طيب هسه وصلنا.